سلام يا درجة، معاكم ام كامل او حوت كامل. والنهارده يا شباب هنشوف حياة عائلة الريمبو فريندز، او يا شباب عائلة القوز قزح عامة. يا شباب كلنا عارفين القوز قزح اللي هم الاصدقاء دولت اللي اتشهروا الفترة اللي فاتت عند الاجانب وكمان العرب، زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشة عندكم الازرق والاصفر والبرتقالي والاخضر. كل اصحابنا الاربعه دول، او بالبنفسجي اتوقع، مش الاخضر البنفسجي، مش عارف والله، شاهم هم ان هم اربعه اصحاب قوس قزح. النهارده نشوف حياتهم بتمشي ازاي بالكامل، يعني حرفيا من اول ما بياخدوا البلاير او اللاعب من البيت بتاعه في ماينكرافت او غير ماينكرافت، وبيودوه على اللعبه بتاعتهم اللي هي مرعبه اللي فيها اربع شابترات. لو ما جربتهاش اتمنى انك تجربها لانك هتستمتع جدا. وقبل ما نبدا المقطع اوعى تنسى اللايك بتاعك الجميل والاشتراك في القناه لو انتم مش مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات وصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات. وبس خلونا نبدا. وزي ما انتم شايفين يا شباب عندنا ذا ريمبو فريندز فاميلي. زي ما انتم شايفين يا شباب عندنا اول واحد، وده كان تقريبا بالنسبه ليا انا القائد القوز قزح. زي ما انتم شايفين عندنا الابن بتاعه اللي لابس حفاضات اللي على الشمال، وكمان البنت منه او الامراه او زوجته عامه. الشباب ان هي عائله كده واسره مع بعضيها زي ما انا وسمسمه وزعتر، فاهمين ازاي؟ فقبل ما نبدا المقطع ما تنسوش تعملوا على المقطع بتاعي انا اللايك زي ما انا عملت كده. طبعا اللايك عندي لونه اسود، واكيد عندكم بقى ممكن يبقى ملون باللون الازرق او الاخضر او البرتقالي او البنفسجي، لان خلاص احنا بنعمل مقطع ريمبو فريندز، فاكيد اللايك هيبقى قوس قزح. وكمان اشتركوا في القناه لان اكيد الاشتراك كمان لونه اتغير، وفعلوا زر التنبيهات واكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا كان اتغير ولا لا. وبسم الله الرحمن الرحيم خلونا نبدا. زي ما انتم شايفين اول حاجه بنبتدي بيها العائلات، بيعرفنا عليهم الاخضر والازرق والبرتقالي والاصفر اتوقع. بس زي ما انتم شايفين بيقول لك بقى ايه بيعملوا ايه. زي ما انتم شايفين هم شخصين عاديين جدا قاعدين في البانيو بتاعهم او الجاكوزي وعايشين حياتهم حلوه جدا، ولكن في شخص غريب انا لاحظته واقف بره. شايفينه اهو، شايفينه، شايفين اللي هناك اللي بيبص عليهم من بره ده اللي عينه بتلعب ده زي الدمى، هو ده واحد من الريمبو فريندز. طبعا هم مش مصدقينه، بيقولوا مين الشخص اللي واقف بره ده، وقاعدين بيسالوا نفسهم ويبصوا لبعضهم. يوتيوبرز بقى زي انا وسحس كده، وانا وبراء او انا واي حد من اللي موجود من صحابنا، محمد الكينج، محمد جيمر، اي حد كده، فاهمين ازاي؟ فجاه دخل عليهم ابو عين واحده اللي هو من الريمبو فريندز وقال لهم تعالوا العبوا معايا اللعبه بتاعتي. اكيد ما فيش حد منهم هيوافق، وانا كمان نفس الكلام، لو في حد جه عرض عليا لعبه زي الريمبو فريندز اكيد مش هلعبها التاني من بعد ما جربتها اول مره. فشوفوا بقى صاحبنا والعائله بتاعته هيعملوا ايه عشان يدخلوهم اللعبه بتاعتهم بالعافيه. كسر لهم الجاكوزي، اصحابنا اتخضوا، جيهم عشان يهربوا، العالم اتغير، ظهر لهم العالم بتاع الريمبو فريندز. اول ما زقوا على جوه دخلوا اللعبه جوه ماينكرافت. داو، تخيلوا يا شباب اللعبه اللي كنا بنلعبها في روبلوكس بقت في ماينكرافت. انا لازم اجربها، لو عايزين اجربها اوصله بمقطع ده 50,000 لايك والله واجربها في ماينكرافت. زي ما انتم شايفين دخلهم وعايز يلعبهم بالعافيه في لعبه ريمبو فريندز، بيعد طبعا بيقول لهم خلاويص لسه، اجيب البوليس لسه، اللي هو غميضه يعني وكده. فصاحبنا ده بيعمل ايه؟ عايز يضربه ده ولا ايه؟ اوعى تكون فكرت تضربه، ده عايز يطلع عليه ميه، هو بيعمل الجن ده ولا ايه؟ اوه ده ميسي، اوه شال صاحبه بيبعده لانه كان عايز يمقلب. عايز تمقلب مين يا حبيبي؟ انت عارف مين ده؟ ده قاعد بيعد على الحيطه، انا عايزكم تجروا لان لو مسك حد فيكم هيخلص عليه بسرعه. يجري، هيمسكك هيمسكك. الحمد لله هما بيشفتوا عشان كده مش عارف يمسكه. تحول لصندوق، ليتس جو، عشان ما ينفعش يتمسك او ما يقدرش يمسكه زي ما شفنا في روبلوكس في ماينكرافت. هتلاقيها، شوفوا بقى بيعلمهم كل حاجه دلوقتي عشان اول ما يستارت يخلص عليهم. فزي ما انتم شايفين الشباب بيقدروا ان هم يتحولوا لكرتونه نفس ما في روبلوكس بالظبط. فا اوكي بيحاول بقى يشرح لهم بقى هم بيعملوا ايه بالكرتونه دي ولازم يستخبوا فين وكده عشان اول ما ده شالوا بالكرتونه، ده شاله بالكرتونه. يا جماعه احنا في خطر، احنا في خطر، ده شال صاحبه بالكرتونه، يعني جوه الكرتونه دي في فريند ليه او صديق لينا. حدفه بعيد، او ماي جاد، ده زمان جسمه اتكسر دلوقتي، والله زمان جسمه اتكسر باللي هو عمله ده، ربنا يستر عليه بقى. واو المكان شكله رهيب رهيب، وبالذات الاستيكر اللي ورا ده عاجبني قوي. شوف التاني صندوق قاعد بيتحرك، انت كمان تحول لصندوق يا مش عارف والله اسمه ايه، بس انت كمان تحول لصندوق وحاول انك تختفي. اوكي زي ما انتم شايفين هم هربوا منه اتوقع، او بداوا اللعبه، بداوا اللعبه، اوكي بداوا اللعبه الشباب، اللعبه بدا يبقى على المكشوف، المكان ده اللي كان فيه الفيوزات. وزي ما انتم شايفين، لا انا فهمت يا شباب، فهمت والله فهمت متاخر. المفروض ان هم دلوقتي بينقذوا العائله الزرقاء بتاعه الريمبو فريندز من اصدقائه لان تقريبا غدروا بيه. شايفين هم جوه، ومين اللي واقف بره؟ شوف مين اللي واقف بره، شوف مين اللي واقف بره، الاخضر ده اللي هو كان ما بيشوفش ده، انتوا عارفين ان هو ما بيشوفش وبيقعد يمشي كده بدراعاته الطويله، بس ماسك عصايه في ايده اللي هيقرب من الايرون بار. بو
بوم هاي خلص عليه. فزي ما انتم شايفين الشباب سنانه طالعه بره كده عامل زي ويندو مان، والله شبه ويندو مان بس ده احول شويه. اوكي زي ما انتم شايفين هو ما بيشوفش، بيقعد يتطلع حوالينه كده. شوف التانية قاعده بتخبط دماغها هي والبيبي الصغنون. لا ما تقلقوش ما تقلقوش، البلاير بتاعنا هيخرجكم النهارده. اصل البلاير بتاعنا مش اي حد يعني، ده بلاير اسطوره في ماينكرافت. اوكي طب انتوا بتعملوا ايه يعني؟ بتفكروا ان انتوا تضربوه يعني؟ صدقوني مش هتعرفوا، لان هو ده احول وكل حاجه. هو مش احول، هو ما بيشوفش اصلا. شوف بيضرب في كل مكان. بيضرب لانه مش شايف هو مين اللي بيكلمه وبيكلمه فين. بيسمع الصوت وبيقرب وبيضرب حواليه، بيلطش كده. شوف بيضرب اي حاجه قدامه. شوفوا التانيين واقفين عند الايرون بار مش عارف هو فين، وبيضرب عند الصندوق. ضرب الصندوق وقتل صاحبه، قتل صاحبه. يبقى لازم بقى انت تاخد بالك. ما قتلهوش، لا ما قتلهوش، ده هو وقع الكشاف بتاعه. اوكي حلو جدا، حلو جدا ان انتوا لسه عايشين اصلا. ده هو ما بيشوفش. يا شباب معاكم، بس لازم تخلي بالك منه. يعني انا ذات نفسي ما خليتش بالي منه من المقطع اللي فات، علم عليا، عمل معايا الكنج بانج الصراحه. اوكي جه البيبي الصغير، ابنه كمان ما بيشوفش. يا شاي والله العظيم حرام، العيله كلها ما بتشوفش. بس لما بيمسك حد زي ما انتوا شايفين بيمسكه يكسره. شوف بيضرب في كل مكان، ما هو مش عارف هو بيضرب مين لانه مش شايف اصلا. بيتكلم معاهم بيقول لكم انا لو شفتكم هخلص عليكم. اوكي زقوا زقوا، مسك الصندوق، مسك الصندوق. طب هما يعملوا ايه دلوقتي؟ هينقذوا ازاي العائله الزرقاء اللي محبوسه في الايرون بار؟ والله ما عارف يا شباب، بس يا رب يقدروا ان هم ينقذوهم يعني من الوحش اللي ما بيشوفش ده. في ايرون بس في باب، تصدقوا في باب امشي من وراه، امشي من وراه. ايه ده؟ شوف بيرقص يا عم، انت بترقص بالحفاضات بتاعتك دي. روح 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 ساعد ابوك بس. دلوقتي العيال هيهربوا منه، عائله الازرق ده الريمبو الازرق ده هيهربوا منه. شوف التاني جه وراه من الصندوق كده ونط هرب. تمام الاتنين هربوا، الاتنين مشوا من وراه بيحاولوا ان هم يسحبوا الاب الكبير عشان يبعد عن البوابه وحد يخش ويفتح البوابه. اوكي مشوا. اوكي تقريبا بيوصف له المكان غلط، بيوصف له المكان غلط عشان يبعدوا. نايس بيوصف له المكان غلط. حلو حلو حلو. اوكي اوكي ايوه تعالى صندوق، تعالى تعالى. هما جايين وراكوا؟ لا مش جايين. تعالوا خش 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 يا عم. سيب يا عم البلاير، انا عايزك تنقذهم لان اللي بره اللي دخل لك البيت وكسرك ده. بيقول لك ما تنساش السبسكرايب يا شباب، خلاص ما حدش ينسى السبسكرايب واللايك، لان عائله النهارده بتستاهل احلى لايك الصراحه. اوكي خلونا نكمل ونشوف الشباب العائله بتاعت الريمبو فريندز هيعملوا ايه مع بعض. شوفوا حياتهم ممله ازاي، شوفوا حياه الاورنج ده اللي كان بيجري زي الصرصار الصغير بيلف الماب كلها، شوفوا حياته عامله ازاي ممله ازاي. ابنه بيقعد يشرب اللي يشرب ويلحوس نفسه، والام زي ما انتم شايفين قاعده. ولا الام ده ولا الاب؟ خلونا نشوف ده الام ولا الاب. لا ده الاب يا شباب الاب. اوه ده زعل، مين زعله؟ اتوقع البلاير اللي زعله. والله العظيم امه هتنفخك، امه ولا ابوه ده هينفخك. خلي بالكم عشان بيطلع من البلاعات ده برضه هو كمان، في وحش بلاعات وده برضه بيطلع من البلاعات، الاثنين مبلعين الصراحه. عايز اقول لكم ان الاثنين اشرار. نفس الكويب اللي موجود في اللعبه في روبلوكس، نفس الكويب بالظبط اهو، شايفين اللي عليه حرف الارض ده؟ نفسه بالظبط في ماينكرافت. ازاي ما اعرفش؟ اوه ده ضربوا الاب، ضربوا واحد من الريمبو فريندز. لا 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 يكتروا عليك. لا 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 يا شباب، يعني راجعوا نفسكم في الموضوع انكم تضربوا واحد من الريمبو فريندز. دول عائله تقريبا، كل واحد مكون من ثلاثه، يعني ثلاثه في اربعه ب 12 واحد، كل واحد معاه اثنين كمان يعني غيره. تخيلوا او ماي جاد، في الارض مخربشه. شايفين الارض متخربشه ازاي؟ تفاصيل عاملين فيها تفاصيل اسطوريه الصراحه. والله انت لو تدخل لسانك جوه الصراحه، انت يا ريمبو فريندز اورنج، انت لو تدخل لسانك الموضوع هيمشي تمام وفل السماتيك. شوف المطبخ بتاعهم ده، طلع هم اللي عايشين في الاوضه اللي تحت الارض. لما احنا دخلنا الماب في روبلوكس طلع ان ليهم اوضه تحت في الارض لوحدهم، يعني دول اللي اوضتهم تحت الارض، وفي واحد مكانه البلاعات، وفي واحد مكانه اللي هو عند المايه اللي هو بايد الطويل الاخضر ده اللي كان واقف عند الاوضه اللي بيحرس فيها الازرق، وكمان الازرق هو اللي بيلف في الماب كلها. فكل واحد في الماب ليه. ادي دي الام، ده هيعملوا اكل وكده. عملوا الكوكيز ولا بانكيك؟ ده بانكيك. نايس والله، الام بتاعت الريمبو فريندز دي احسن عائله. في عائله حوله ما بتشوفش، وفي عائله زي ما انتم شايفين شاطره جدا في الطبخ، وفي عائله تانية محبوسه او مسجونه وعليها ديون، وناقص العائله الاخيره بقى اللي هنشوفها يا بتعمل ايه بالظبط. هنشوف دلوقتي كل حاجه. زي ما انتم شايفين الواد الصغير طبعا قاعد بيتكلم مع البلاير او اللاعب، مش عارف الصراحه هو عايز منه ايه، بس هو لحد دلوقتي قاعد بيتكلم معاه والوجه بتاعه مضحك جدا. بس انا مش هضحك لان انتوا عائله كويسه وجميله وتستاهل بوسه، بتعملوا اكل يا جماعه. يعني يا جماعه انا واحد رفيع، يعني خدوني عندكم تحت الارض واكلوني، انا ما عنديش مشكله، انا عايز اكل من الاكل بتاعكم. شوفوا الام عامله ازاي، شوفوا الام شكلها، شوفوا الام شكلها يا جماعه، شوفوا الاثنين جنب بعض، شوفوا عامله ازاي بقى.
شكلها بيض والله، شكلها بيض. بس موزه موزه، معلش همشيها يا شباب ماشي. لا لا لا، يمسكنا في الروبلوكس ويخلينا ما نصورش عنه تاني. فاصدقاء القوس قزح، انتوا واللي ثبتيك عائلاتكم كلها توب التوب. انا عايز اقول لكم ان انتوا بعد ما اتفرج على المقطع ده انا مش عايز اعرف العائلات دي تاني، يعني كانها عيله دخلت حياتنا وخرجت تاني، خلاص مش عايز اعرفكم تاني. صاحبهم جايب الصندوق كده، شوف 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 صاحبه اللي جايب الصندوق ده، وانا عمال اعدل في شعري ليه؟ ما انا ممكن اعمل كده يعني، مش فاهم فيه ماشي. المهم طيب، ايه ده، خطف الولد ده ولا ايه؟ ده بيقول لهم لو عملتوا حاجه هضرب الولد ده مش عارف فين. خلاص يا عيال هربوه هربوه ومشوه من هنا، يعني ممكن يقتلكوا الولد الصغير يعني. اوكي ايه ده، اوه نفس يا حال نفس تفاصيل المكان عند العائله بالظبط. اوكي اتوقع ده اخر حاجه بيجمعوا الكويب. اوكي بيجمعوا الكويب، شايفين بيجمعوا الكويب اللي هي اللي احنا كنا بنجمعها عشان خاطر نقدر ان احنا نهرب من المكان. حلو قوي حلو قوي، التفاصيل البسيطه دي. عارفين معنى ان هم يجمعوا كويب من على الارض نفس اللعبه الحقيقيه دي؟ معناها تفصيله بتضاف لحياه كل بلاير. زي ايوه ده كسر الباب بالغلط الذكي. اوكي جمعوا كل الكويب هنا، نايس، جمعوا كل المربعات. اوكي ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ المفروض ان هم كده خلصوا شابتر 1، ده الشابتر 1 ده بتاع الازرق. المفروض دلوقتي ان العائله الزرقاء هربت من المكان. ايه ده، ايه اللي جاب الصعلوكه اللي بيظهر في الجزء الثالث ده؟ والله ما عارف يا شباب، بس الجزء الثالث ولا الرابع؟ اتوقع في شابتر 4 في اللعبه ذات نفسها، في اللعبه فيها سي ال 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 ايوه شابتر اتوقع، يعني خلاها شابتر يا شباب، انا مش شابتر بس خلوها شابتر يعني، او 4 مكان. المهم يا شباب خلينا نكمل مع العائله البرتقانيه اللي طباخه دي، حرفيا دي اكتر عيله اكيله موجوده هنا في البلاعات. عايز اقول لكم ان هم قاعدين في البلاعات او المجاري زي ما بيقولوا. تمام، بيتفقوا مع بعض على ايه يا ترى؟ بيتفقوا مع بعض على ايه؟ في بوكسين، بوكس كبير وبوكس صغير. انهي بوكس اللي فيه البلاير يا شباب؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات. الصغير 100% الصغير، يعني لانه مش باين فاكيد الصغير. ايوه الصغير، الصغير اللي فيه البلاير. دقيقة، الكبير؟ لا والله اني غبي. سوري يا شباب، سوري، مش مشكلة مش مشكلة. خلونا نكمل نشوفه. والتاني لسه واقف عند العائلة بيحرسها، مش عايز يخرجهم يا شباب، اللي هو الأحول ولا الأحول ما بيشوفش ده. بس حاولوا بقى انكم تمشوا من وراه، امشوا من وراه لأن إيده طويلة، خلي بالكم عشان إيده طويلة. أنا خايف عليهم لأن إيده طويلة، ولو هم قربوا من السجن بتاعه ما يقوم ماسكهم كده وفعصهم بإيديه، فاهمين حاجة؟ أوكي بيقول لهم هنقذكم هنقذكم، امشوا بقى من وراه بقى يا عم البلاير، سيبك منها، تقعدش تحدد معاها، رجعها لجوزها، اهرب من وراه وخلي العائله تكمل والفاميلي الريمبو فريندز تكمل، خلي الريمبو فريندز تكمل. اوكي هو ماشي، ايوه كسر، كسر الثانيه، كسر الثالثه، ليتس جو، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، يلا اجروا اجروا اجروا. اوكي بيحاول ان هو يطلعهم فوق عشان يجروا. ايوه 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 بيهربوا 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 بيهربوا، ليتس جو، والله انكم ابطال ابطال. ايه ده ماله، ده عايز ايه ده يا عم؟ ابعد، انت مش عايزينك، انت مش عايزينك، انت ابعد 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 ابعد، انت اللي ما بتشوفش، والله ما بتشوفش. مش عايز اقول لكم ان هو مسكني اخر مره في البوكس كده، ده الاب، الاب شاف الام، العائله اجتمعت، الفرحه تكملت، المحنة سوا. دي اغنيه انا مالفها لهم ماشي. المهم زي ما انتم شايفين عائله بتكمل وبتحضن بعضها، مشهد مؤثر اني ابكي الان. العائله كلها ايه ده؟ ايه ده معاه موبايل؟ معاه موبايل ازاي ده؟ ازاي ده معاه موبايل؟ انت ازاي معاك موبايل؟ انت ما بتشوفش حتى، انت بتشوف الموبايل ازاي؟ كل الفاميليز اتجمعت، الفاميليز اللي ما بتشوفش والفاميليز البلعات واخر فاميليز اللي هم الزرق، يعني كلهم اتجمعوا يا شباب. حرفيا عايز اقول لكم الريمبو فريندز فاميلي اتس ا جود فاميلي، الصراحه طلع عيشتهم حلوه في المكان بتاعهم، طلعت مش مجرد لعبه، مكان الخروج خلاص بتاع البلايرز. هم عملوا اللي عليهم وانقذوهم وحلوا المشاكل بين العائلات والدنيا بقت في اللذيذ، والحمد لله ان طلع ما فيش اي مشاكل، والام اللي ما بتشوفش ظهرت. طب ايه؟ ما بتشوفش؟ طيب يا رجع. طب دي يا جماعه يعني هو اتجوزها ازاي وما بيشوفهاش؟ وخلفوا ازاي الواد ده وما بيشوفوش بعض؟ والله الموضوع غريب الصراحه، بس مش مشكلتنا دي، يعني هم معاهم مشكله ومالناش دعوه بيهم يا شباب، يعني هو ليهم مشكلهم واحنا لنا مشاكلنا. احنا مشكلتنا دلوقتي ان انت قاعد بتتفرج على المقطع ما تضغطش لايك، فانت مستني ايه؟ بقول لك اضغط لايك. اوكي كويس انك كويس انك ضغطت لايك. يلا اوكي عامل نفسه بوكس صاحبنا، خلاص بقى يهربوا يا شباب. لعيبه ماين كرافت عملوا اللي عليهم وهربوا من الفاميلي ريمبو فانز. اوكي المكان ده مكان ملون كده بس مالناش دعوه بيه. اوكي بيرجعوا لجوزها دي، ارجع لجوزك، يلا ارجع لجوزك. ايه ده، ايه البوابه دي؟ انا اول مره اشوف البوابه دي. اه دي البوابه اللي كانت مكان تاني استخبيت فيك في كرتونه قبل كده، وظهر اهو اهو، تقابلوا مع بعض العائله. كان ليا في يوم حبيب،
احلى من اللي ما بيشوفش. دي اغنيه انا مالفها لهم برضه. المهم شباب زي ما انتم شايفين خلاص العيله اجتمعت. ايه ده بيضرب ايه؟ لا يا غبي الاثنين ما بيشوفوش وبيحاولوا ان هم يضربوا البولير مع انه هو اللي وداله مراته، بس مش مشكلتهم دي، هربوا انتوا يا شباب يلا هربوا انتوا. هم بيحاولوا ان هم ايه ده وصلوا الباب. اوكي وصلوا الباب حلو قوي، خرجوا دخلوا العالم بتاعهم. اخيرا اخيرا رجعوا البيت بتاعهم اخيرا. والله انك كفو كفو. وبنعود للرينبو فريندز ابديت يو. ولكن يا شباب الرينبو فريندز بتوع العيله دي يعني زي ما انتم شايفين تطوروا وبقوا يهجموا على عوالم ماينكرافت ويخلصوا على الاطفال الصغيرين زي ما انتم شايفين، فلازم تهربوا منهم زي ما انتم شايفين في اي مكتبه في اي مستشفى في اي مدرسه في اي مكان، تاخد الاكويب وتعمل المهمات. فانا عايز اقول لكم يا شباب ان بقى من اصعب الحاجات اللي موجوده دلوقتي في الالعاب انك ممكن وانت بتلعب اللعبه بتاعتك عادي اللعبه تعمل تحديث ان هي ضافت لك رينبو فريندز زي ما انت شايف اهو. شوف داخل وبيدور عليها وهيخلص عليها لو ما جمعتش الكويب او الكيوبات دي وحطيتها في اماكنها، فهي لازم تدور عليهم في المكتبه وفي كل الاماكن وتجمعهم وتحطهم في اماكنهم. اوكي لقيت كويب تاني، خد الكويب ده بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه كده ناقص لها واحد من اصل ثلاثه. طبعا معاها فلاش لايت او اللي هو الكشاف. اوكي قفلت الكشاف ليه معرفش، مع ان كده ممكن يقتل. اوه دي استخبت جوه الصندوق. نايس بنتعلم حاجات لان عائلات الريمبو بدات تهجم على العالم في ماينكرافت، فانا لو جاي يهجم عليا في ماينكرافت في العالم بتاعي هعرف اهرب لان عندي هنا مخ مش بطاطس. يو بريك مش عارف ايه كده كسر ايه كده، بس مش مشكلتنا دي. ها شباب طب هيعملوا ايه طيب في الورطه اللي هم فيها؟ يو كود بي اني هير. اوكي خلينا نشوف. هم بيحاولوا ان هم يجمعوا في كويب. ايه في كويب في كويب في كويب في كويب 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 البي بي بي. حلو حلوين حلوين والله العظيم حلوين حلوين. لحد دلوقتي معاه تقريبا الاس والاي والبي تمام. اوكي شافوا شافوا ريمبو فريند شافوا شافوا شافوا. هيجري عليه هيجري عليه بعين واحده بس ده بيشوف مش ده اللي ما بيشوفش. بيتكلموا ولا ايه؟ تقريبا بيتكلموا. اوكي بيتكلموا في حاجه، بيتكلموا ان هو يسيبه بقى وكده بيبقوا فريند وكده وان هما اه ده فريندلي. عارفين يعني ايه فريندلي؟ يعني هو اصلا صديق مش حد شرير، بس هو بيلعب معاهم لعبه كده بسيطه بتضافت في ماينكرافت. اذر مونستر. هو في وحوش تانية؟ هي بتسال بقى هو في وحوش تانية؟ اوه جاب لها الكاميرات. طب يا ترى ايه اللي موجود في الكاميرات يا شباب؟ هنشوف كل حاجه دلوقتي. اوكي هتفتح اول كاميرا. او ماي جاد ذا جرين مونستر الوحش الاخضر لاركس، والوحش التاني الضفدع ده اللي انا كنت بترعب منه قوي قوي، والوحش التالت اللي هو ايه ده؟ لا دول اطفال محبوسين. تقريبا لازم ننقذهم. طب واخر كاميرا؟ اخر كاميرا اتوقع فيها ان هو وحش البلاعه يعني اتوقع، يعني هو ده المفروض اللي يبقى فاضي لان في وحش شباب ما اتوقع ان هم ما ضافوهوش في ماينكرافت اللي هو وحش البلاعه. شوف التاني دخل لما بيشوفش ده قاعد بيكسر في اي حاجه، هو ما بيشوفش يعني اكيد لازم يكسر في كل حاجه، وحش ما بيشوفش يعني اكيد ما يكسر. كسر براحتك كسر براحتك يا حبيبي كسر براحتك وانتحول كده. يو نوز يور هير. انا عارف ان انتوا هنا. هو عارف بس هو مش شايف ان هم هنا. يو هاف بين مش عارف ايه. انتوا لازم تظهروا لي دلوقتي بالايد بتاعته دي ويمسكك ويلفك حوالينا كده ويعصرك جوه. دي مشكلته والله يا شباب ان هو بيعصر، بس لو ما بيعصرش كان هيبقى احلى من غساله، كنت ممكن تجيب وحش منه وتخليه يغسل لك الغسيل. او ماي جاد شكله مرعب شكله مرعب. بيقول لك ايز جون ايت يو سوف ياكلك سوف ياكلك. هربوا من المكان اللي هم كانوا فيه، بس ده طلع فريندلي يا شباب، ده طلع صديق ليهم وشخص كويس، الا التانيين هم اللي وحوش الضفدع وكمان اللي هو الايركلي ده او اللي هو الاخضر الوحش اللي ما بيشوفش ده. ايوه ده اللي ما بيشوفش ده شرير وكمان الاصفر شرير. اوكي جرين از ريلي هانجري. الاخضر بجد جعان شكله جعان فعلا، هو اصلا شكله جعان. الازرق مش جعان مع ان تحس ان هم المفروض اصلا اصحاب وعائله ومفروض ان كلهم اصحاب ويقتلوا لاعبين ماينكرافت، ولكن لما دخلوا العالم في منهم اللي فريندلي زي اللي هو الازرق ده طلع صديق لينا في ماينكرافت. يعني لو طلع لك في ماينكرافت هتلاقيه ده صاحبك، انما التانيين مش صحابك خالص ابعد عنهم يا اخويا. لا ايه ده شوف صورتي شفت صورته وهو محطوطه. واو ده المطبخ ده ولا ايه؟ ومطبخ بس دخل عليهم ما بيشوفش. اللي ما بيشوفش دخل. سلام عليكم. المشكله ان هو ما بيشوفش والله. يعني يا اخي دي مشكلتك يا اخي، تخيل كده كنت بتشوف كان زمانك مخلص على نص العالم في ماينكرافت، لانه مجرد ان هو ما بيلمس حاجه بايده الطويله دي بيخلص عليها. فتخيلوا بقى ده يعمل اي مشكله يمين ولا شمال. اوكي بيكسر العالم. استخبي في الصندوق استخبت في الصندوق. اي شايفينها شايفينها فوق الصندوق استخبت في الصندوق. التاني بيكسر هيكسر الصندوق اللي بنت مستخبيه فيه والله.
والله خلاص شباب، عائلة الرينبو فريندز دمرت عالم ماينكرافت بعد ما كانت طيب في الاول طيبة واحنا اللي انقذناهم قلبوا علينا. فبس يا شباب قصيت المقطع، اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم، ما تنسوش تدعمونا باحلى لايك وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين. وبس شباب اشوفكم المقطع الجاي على خير الله، اتمنى تكونوا استمتعتوا، احلى ناس في الدنيا، وسا سا سا سلام سيدنا شباب، مع السلامه حبيبي. ام واحد بتعمل كده ايه في ايه؟ سلام عليكم يا شباب، سلام عليكم، عشان حاسه اتجننت دلوقتي. مش مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مش مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. مش مليون